أكد دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية العلاقات المشتركة مع الأردن والعراق خاصة في مجال الاتصالات بما يعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث. جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الوزير مع أحمد الهنندة وزير الاقتصاد الأردني والمهندس أركان شهاب الشيباني وزير الاتصالات العراقي لبحث سبل تعزيز التعاون وتدعيم العلاقات الثلاثية في مجالات الاتصالات. نتابع. مباحثات مصرية عراقية أردنية موسعة لدعم أواصر التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبخاصة الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الشبابية وريادة الأعمال والربط البيني بين الدول لتحقيق الوحدة الرقمية بين الدول الثلاث. التعاون بين الشركات في البلدان الثلاثة أمر حتمي وصحي ويفتح أسواق البلدان الثلاثة للشركات العراقية والأردنية والمصرية. هذا أمر. الأمر الثاني كما قلت هو ريادة الأعمال ودعم الفكر الإبداعي من خلال مجموعة من المسابقات ودورات التدريب في مجال ريادة الأعمال لشباب الدول الثلاثة معا لكي يجلس شبابنا كتفا بكتف في مدرجات العلم في قاعات التدريب ويبدعوا حلولا نجابه بها التحديات التي تواجهنا. وزير الاتصالات العراقي أكد إتاحة فرص للشباب لتأسيس شراكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن تعاون وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص في الدول الثلاث. احنا نحتاج دخول القطاع الخاص أن يعمل شركات حقيقية، كل شركة تفسح مجال للشركة الأخرى في البلد الثاني وتكون مطلعة على السوق، توفر الوقت والمال، لأنه شركات القطاع الخاص من تنتقل من مكان إلى آخر تحتاج أوقات طويلة للتأسيس، ومثل ما تعرفون المقولة أنه رأس المال جبان، يحتاج إلى بيئة آمنة كي يتحرك. لكن من يشوف شريك من دولة أخرى سبق وواضع أساس لشركته ويعرف قواعد اللعبة. من جانبه أشاد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية بالتجربة المصرية في التحول الرقمي والاستفادة منها لإقامة شراكة حقيقية للاستفادة من التقنيات الحديثة في مختلف المجالات. تحفيز هذا القطاع على الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات، لابد من دعم هذا القطاع ورفع قدراته الاستثمارية واستقطاب مستثمرين للدخول في هذا القطاع. قطاع الاتصالات ليس ببساطة جهاز بجيبة أو شنطة المواطن لإجراء مكالمة أو لتصفح موقع إلكتروني. قطاع الاتصالات في الواقع هو منظومة معقدة ومتكاملة من البنية التحتية والخدمات والمهارات والقدرات، وهي جزء أساسي في 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 دعم عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة. اجتماع وزراء الاتصالات المصري والعراقي والأردني لقاء يعد الأول ولكنه لن يكون الأخير لتعزيز أواصر التعاون بين الدول الثلاث من أجل نهضة حقيقية لشعوبهم نحو تحول رقمي بمفاهيم عالمية.